قطاع دائري فيه الستة بمية واربعين ومديني مساحة القطاع قطاع دائري فيه الستة بمية واربعين ومساحته 396 سنتيمتر تربيع و باي بتساوي 22 على 7. عاوز مين؟ بقول اوجد طول نصف القطر. يلا نكتب القانون ونحل مع بعض. ميم بنكتب القانون مرة واثنين وثلاثة. ميم على باي مك تربيع تساوي سيتا على 360. ها سامع واحد؟ برافو عليكم يا شباب. بقول لي يبقى 396 على مين يا اولاد؟ على باي مك تربيع. باي بكام؟ ب 22 على 7 مك تربيع بتساوي سيتا اللي هي 140 على 360. طبعا لو سبتها كده وحلتها مفيش مشكله، ولكن لازم ابسط المساله شويه. شو اللي هي الصفر مع الصفر؟ هختصر الارقام مع بعضيها. طبعا رقم زوجي وزوجة على 2 فيها 7 على 2 فيها كام يا اولاد؟ 18. برافو عليك. يبقى اذا ناقص تربيع، ركزوا معايا، بتساوي ايه؟ هضرب 396 396 في مين؟ برافو عليك. مش هضربها بقى في 36 اختصرناها بقت 18، هضربها في 18. ضربت 396 في 18 واقسم على مين؟ على 7. في طب يا مستر وال 22 على 7 دي بوديها الناحيه الثانيه بالعكس على طول، المقام بسط والبسط مقام، تبقى 7 على 2 وايه؟ 20. يلا نختصر مع بعض كده يا شباب. على 7 فعل 1 على 7 فعل 1. على 22 فعل 1 على 22 فعل 18. طب واحد يقول لي يا مستر انت عرفتها منين؟ حلها انت حضرتك. اختصر اقسم على 2 وعلى 2 وبعد كده على 11 وعلى 11. هتلاقي فعلا ان فيها 18. 18 في 18 بكام يا اولاد؟ ب 324 سنتيمتر. طبعا بس مين؟ طب نق تربيع، انا عاوز اجيب نق او طول نصف القطر. هقول له يبقى اذا هنا كده في الحته الصغيره دي اهو نق بتساوي الجذر التربيعي ل 324 هتساوي كام؟ سامع واحد بيقول 18. برافو عليك. يبقى اذا طول نصف القطر بيساوي 18 سنتي. لقينا ان في علاقه وثيقه بين طول القوس ومساحه القطاع الدائري. تعالوا نشوف ازاي. قلنا الرياضيات سهله جدا ولكن يجب المتابعه دوما، لازم كل يوم ايدك في التمارين وايدك في كل يوم اراجع الجزء بتاع الترم الاولاني اللي مطلوب مني في اخر العام، لازم كل يوم اذاكر رياضيات احل رياضيات. لو حبيت الماده حبيت المدرس بقى مستواك كويس، مستواك هيتحسن ان شاء الله. طيب بنقول ان طول القوس اللي بنربطه بالرمز لام على 2 باي نق بتساوي يا اولاد سامع واحد بيقول سيتا على 360 وميم على باي نق تربيع بتساوي ايه؟ برضه سيتا على 300 وايه؟ وستين. هتسمي ديت واحد ودي ايه؟ اثنين. لو خدت بال حضرتك معايا هتلاقي ان الطرف اليسار بيساوي الطرف اليسار. يبقى اذا اليمين لازم يساوي الطرف مين؟ لان كلاهما بيساوي سيتا على 300 وايه؟ 360. برافو عليك. يعني اقدر اقول له اذا يا مستر لام طول القوس على محيط الدائره اللي هو 2 باي نق بتساوي ميم اللي هي مساحة القطاع الدائري على مين؟ برافو عليك. باي نق تربيع. ولكن واحد يبص يقول لي يا مستر ما انا ممكن اختصر الباي مع الباي واختصر النق مع مين؟ مع التربيع، لان النق تربيع عبارة عن نق في مين؟ برافو عليك، في نق. اكني بالظبط ضربت في البسط في مين؟ في باي نق، عشان ما فيش واحد يقول لي هي جت منين؟ وازاي اختصرتهم مع بعض؟ ضربت هنا في الطرف ده في باي نق وهنا في باي نق، فراحوا من الطرف اليمين والطرف اليسار. اقدر اقول له اذا لام على 2 اللي هو طول القوس على 2 بتساوي ميم على نق. يبقى اذا يا مستر
طول القوس على 2 بيساوي ميم على ايه؟ القانون طبعا ده اختصاره مش موجود في الكتاب المدرسي، ولكن بنحاول نبسط المحتوى التعليمي عشان نكون في مستوى جميع الطلاب. تعالوا ناخد مسألة على هذا الجزء ونشوف ازاي نتعامل معاها وازاي نحلها. نتمنى الناس تكون فاهمة. مرة واثنين وثلاثة قلنا في الفصل، عندك أي مسألة ابعتها على أونلاين أو ابعتها للمدرسة أو لما تيجي المدرسة إن شاء الله، أيا كانت مسألة في الترم الأول في الترم الثاني أي مسألة جيبها ونحلها مع بعض إن شاء الله، ما فيش مشكلة خالص. بيقول لي عندي قطاع دائري مساحته 198 رقم 4، قطاع دائري مساحته 198 طبعا سنتيمتر تربيع عشان المساحة بسنتيمتر تربيع. طيب وفيه نق بتساوي نصف طول القطر، طول نصف القطر بيساوي 18 سنتي. عاوز مين؟ قال لي اوجد طول القوس. اول ما تشوف مسألة يكون مديني مساحة القطاع الدائري وعاوز طول القوس، تفتكر دي على طول اسهل قانون خدناه، لام على 2 بتساوي ميم على نق، طول القوس على 2 بتساوي المساحة على مين؟ برافو عليك، على نق. يعني اقدر اقول اني لام على 2 بتساوي ميم اللي هي 198 على مين؟ على 18. انا اقدر اقول ان على 18 فيها الواحد، على 18 فيها كام؟ برافو عليك، 7 واحد بيقول 11. اذا لام بتساوي 2 في 11 بتساوي 22 سنتيمتر. طبعا واحد يقول لي انت حافظ الارقام كلها، اقول له لا ولكن ممارسه. انت زي بالظبط لو روحت البيت حلت معظم المسائل على الدرس دوت، يوم 2 3 تلاقي نفسك الارقام كلها حفظتها، خلاص ما هي ممارسه رياضيات، مسمينها رياضيات ليه؟ زي الرياضه بالظبط، لما بتجري جسمك بيكون عضلات، انت ذاكرت كتير مخك ودماغك بتبدا خلاص بتكون فكره ان كل يوم خلاص اي مساله بتبص لها عرفتها فين؟ خدت فكره عنها ايه؟ قبل كده. في مساله لازم بتيجي في جميع الامتحانات السنوات السابقه. يعني الخمس ست سنين اللي فاتوا ما خليتش المساله دي. بيديني ربع دائرة أو نص دائرة ويظل الجزء منها، واللي أوجد مساحة الجزء المظلل اللي عنده امتحانات طبعا للسنوات السابقة هيبص فيها هيعرفها على طول. يعني لما أقول بقول لي 5 الشكل ربع دائرة، رسم لي ربع دائرة يا أولاد مثلا بالشكل ده، ظل الجزء ده، قال لي ان نق ب 7 سنتي ونق هنا بكام يا اولاد؟ برافو عليك ب 7 سنتي. طبعا اول ما اقول له ربع دائره انا فاهم ان الزاويه دي قائمه على طول، كويس. طيب بيقول لي باي بتساوي 22 على مين؟ برافو عليك على 7. طيب قال لي ايه؟ اوجد مساحه الجزء المظلل. اوجد مساحة الجزء المظلل. لا يخلو امتحان من هذه المسألة أو يعملها لي نص دائرة. طيب تعالوا نشوف ازاي يا أولاد. عشان أجيب مساحة الجزء المظلل ده ربع دائرة، هجيب مساحة مين؟ برافو عليك، ربع الدائرة الأول، وبعد كده هجيب مين؟ برافو عليك، مساحة المثلث، وأطرحهم الاتنين من بعض. يعني أقدر أقول له إن مساحة الجزء المظلل بتساوي مساحة ربع الدائرة ناقص مساحة المثلث. يعني هقول هتساوي مساحة ربع الدائرة كام؟ ربع، نحلها بالأزرق عشان بس يكون اللون واضح بالنسبة لكم شوية. يبقى ربع عشان هي ربع دائرة يا مستر. عرفنا ان مساحة الدائرة باي نق تربيع، يبقى ربع في باي، خلاص عرفناها مش هنكتب القانون. 22 على 7 في نق كام؟ برافو عليك، واحد بيقول 7، 7 في مين؟ في 7. يبقى مساحة ربع الدائرة ناقص مين؟ مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، برافو عليك.
القاعدة 7 والارتفاع 7، في 7 في مين؟ في 7. يلا نختصر بسرعة كده، على 7 في الواحد، على 7 في الواحد، على 2 في الاثنين، على 2 في 11، 11 في 7 بكام؟ 77، على 2 ناقص 7 في 7 49، 49 على 2 اللي هي تساوي كام يا ولاد؟ ثانية واحد قول 28 على 2، يبقى إذا بتساوي 14، يعني مساحة الجزء المظلل كام؟ 14 سنتيمتر. يعني أقدر أقول عندنا واجب، معلش ثواني، الواجب صفحة 105 أو 180 هناخد رقم 1 أ وباء وج، رقم 3 أ و4 أ. أتمنى إن المحتوى التعليمي يكون وصل لحضراتكم، وإن شاء الله أتمنى إن المدرسة نجم الساطع حريصة على مصلحة أولادها في كل وقت، وأنتوا في البيت نتمنى الناس ما يروحوش الأسواق، نتمنى تذاكروا تهتموا إن شاء الله، تهتموا بصحتكم إن شاء الله بإذن الله العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.